بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاك الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص دبي، نرحب اليوم بضيوفنا في المؤتمر الأكبر على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، متمنين لهم أوقاتاً طيبة وممتعة خلال الأسابيع الثلاثة التي يستغرقها مؤتمر المندوبين المفوضين 2018. الضيوف الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المكان الذي احتضن في السابق العديد من الفعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات، وها هو اليوم يحتضن الدورة 20 لمؤتمر المندوبين المفوضين، الحدث الذي ينتظره العالم كله، انطلاقاً من أن قطاع الاتصالات أصبح القطاع الأكثر دينامية في عالم اليوم، وباتت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي الأكثر تأثيراً في الأفراد والمجتمعات. حضورنا الكريم، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات لها كلمة في هذا الحدث يلقيها سعادة طلال بلهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، فليتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم،
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي رعاه الله، أصحاب السمو، فخامة شارلوت سالواي رئيس وزراء فانواتو، فخامة عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية، أصحاب المعالي والسعادة، معالي هولين زهاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، الأعضاء المنتخبين للاتحاد الدولي للاتصالات، الحفل الكريم. يمثل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة من مجتمع الاتصالات الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في مجال الاستخدام الرشيد لتكنولوجيا الاتصالات، وذلك لمنفعة الإنسان وبناء الدولة وخدمة الاقتصاد والمدنية. فالإمارات اليوم بفضل الله ثم بجهود قادتها وأبنائها تتصدر دول الإقليم في استخدام تكنولوجيا الاتصالات من أجل رفاهية الإنسانية وتعزيز الحضارة. ونفتخر في هيئة تنظيم الاتصالات بأننا حراس البوابة في مجال توفير أفضل جودة ممكنة في هذا المجال. وكما توضح الأرقام، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في معدل اشتراكات الهاتف الجوال، والمرتبة الرابعة عالمياً في نسبة الأسر التي تمتلك جهاز الكمبيوتر، والمرتبة السابعة عالمياً في نسبة الأسر المتصلة بالإنترنت في المنزل، والمرتبة الثامنة عالمياً في نسبة مستخدمي الإنترنت إجمالاً. ولكننا نحن في المرتبة الأولى إقليمياً بفضل الله. سيدي صاحب السمو السيد زهاو، الحفل الكريم، لم يكن هذا التميز ليتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الدولة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتي تشرف الهيئة على تنظيمها ومراقبة التزام الشركات المنفذة بأرفع مستويات الجودة العالمية ووفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة تقنياً وتنظيمياً. وفي هذا الإطار تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع مشغلي الاتصالات المحليين واستكمال البنية التحتية والترددات الخاصة بشبكة الجيل الخامس للاتصال G5، والمقرر إطلاقها للجمهور قبل حلول عام 2020، لتكون الإمارات من أوائل الدول التي تعتمد على الجيل الخامس عالمياً. واستكمالاً لهذا الدور، تقود الهيئة الفريق العربي الدائم للطيف الترددي بهدف الاتفاق على نطاقات التردد الخاصة بالجيل الخامس في المنطقة العربية، وذلك من خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019. صاحب السمو السيد الأمين العام، الضيوف الكرام، لقد ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة في تحقيق الهدف الأسمى لوجود قطاع الاتصالات، ألا وهو التنمية المستدامة وخدمة الإنسان على خير وجه. وهذا ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السعادة كمكون رئيسي لنمط الحياة في الدولة. إن دور تكنولوجيا الاتصالات في تحقيق السعادة ورفع سوية جودة الحياة دور شامل ومتكامل، ويسعدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل اليوم النموذج الأفضل عالمياً لكفاءة ونجاح هذا الدور، ليس فقط في الأمور الحياتية اليومية، بل وفي ربط قطاعي الحكومة والأعمال بأحدث مستجدات التقنية. وفي هذا السياق، لعبت هيئة تنظيم الاتصالات الدور المحوري في توفير المستلزمات التنظيمية اللازمة للحكومة الإلكترونية الذكية على المستويين الاتحادي والمحلي، كما وفرت البنية التنظيمية المطلوبة لاستخدامات التقنية الجديدة مثل الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، والتعلم الإلكتروني، ومؤخراً تقنية البلوكتشين، حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم أكبر مختبر تطبيقي خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية لاستخدام البلوكتشين في الحكومة والتجارة. ويسعدني في النهاية هنا أن أدعوكم لكي تستغلوا وجودكم في دولة الإمارات
خلال الأيام القليلة القادمة لكي تتعرفوا بشكل عملي على ما يمكن لتكنولوجيا الاتصالات أن تفعله لتحقيق السعادة وتحسين نوعية الحياة. فأهلاً وسهلاً بكم في الإمارات، المختبر المفتوح لتكنولوجيا المستقبل، وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة طلال بلهول على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، نستمع الآن إلى معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة مسجلة عبر الفيديو التالي. I am pleased to greet this important gathering. Your meeting will set the International Telecommunication Union's path for the next 4 years as we strive together to build a more sustainable and inclusive digital economy for generations to come. We face a crucial challenge, harnessing the benefits of new technologies for all, while safeguarding against the risks from their misuse. Digital technologies have a crucial role to play in accelerating progress towards the Sustainable Development Goals. I recently established the high-level panel to help advance digital cooperation across the globe, as well as across disciplines and stakeholder groups. Together, we can nurture a digital future that is safe and beneficial for all. Thank you. نشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على رسالته الزاخرة بالأمل. والآن مع صوت الاتحاد الدولي للاتصالات ورسالته التي يلقيها سعادة هولنز هاو الأمين العام للاتحاد في كلمته، فليتفضل مشكورا. Excellency, Vice President and Prime Minister of the UAE and the ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Excellency Chief Executive Officer of the Islamic Republic of Afghanistan, Mr. Abdullah Abdullah, Prime Minister of Vanuatu, Charlotte Sawe, ministers, ambassadors, delegates, ladies and gentlemen, when the decision was made to hold our 20th Plenary Potential Conference in the United Arab Emirates, it felt like a homecoming for ITU. We are proud to return to Dubai, where ITU has held major successful events in the past, such as World Telecommunications Standardization Assembly 2012, ITU Telecom World 2012, World Conference International Telecommunication 2012, and World Telecommunication Development Conference 2014. Thank you to the United Arab Emirates for hosting PP18. I think that here I'd like to add some information that with this hosting, UAE becomes the only country in the world of ITU families to host all the major, to chair the, all the major events of ITU, including World Radio Conference. And we do not have yet WRC in UAE, but we did have a chairman who helped us to chair the World Radio Conference 2012. So we thank you very much, UAE, and for hosting our event. And at this time, the UAE also promised us to have this Plenary Potential Conference 2018. It's the greenest and one of the most successful Plenary Potential Conference. Here, more than anywhere else,
the digital transformation of the economy and the social society has taken on a whole new dimension. From the ICT Fund to the Emirates Blockchain Strategy 2021, the United Arab Emirates is a pioneer in the world of ICT. And today, Dubai becomes world capital of ICT. This new decade promises to bring even more transformable opportunities than the last. In the UAE and elsewhere, new technologies like 5G, artificial intelligence, big data, the Internet of Things, will change how we live, work, and learn in ways that have yet to be imagined. And ITU is in the front line. The challenge before us today is to ensure that these technologies and ICT in general continue to be a source for good for everyone across the world. And that is why the UAE strategy for artificial intelligence is driven by the belief that AI should be a medium for inclusion. Here in the United Arab Emirates, mobile broadband penetration is 3 times as high as the global and regional averages. The percentage of individuals using the internet in the country already approaches 95%. Unfortunately, that is not the case everywhere around the world, far from it. Right now, over half of the world's population still not using the internet, cut off from today's digital economy. As we debate over the next 3 weeks how to build the skills and the ICT infrastructure necessary to foster inclusive economic growth and trust, let us work as one. Earlier this morning, I had got good news. In Japan, the United Arab Emirates launched successfully its 9th Khalifa Sat into orbit. I offer my sincere congratulations to the UAE Space Agency, the Mohammed bin Rashid Space Center, and TIA, of course, to the people of UAE on this satellite launch. I think that this is a nice gift from our host country to make ITU family double happiness today. In the year of Zayed, let me conclude with the late founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who once said, "Future generations will be living in a world that is very different from that to which we are accustomed. It is essential that we prepare ourselves and our children for that new world." So our world is changing fast, and ITU is changing with it. May Plenipotential Conference 2018 prepare ourselves and our children for that new world. May we always remember that we are stronger together, that what unites us is a common vision of a connected world, where information and communication technologies is a source for good for everyone, everywhere. Thank you very much. شكرا سعادة الأمين العام على هذه الكلمات الطيبة. السيدات والسادة، بمرور الوقت وتراكم التجارب الإنسانية
أصبحت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمثابة عصب التطور في مختلف القطاعات التنموية، وانعكس ذلك على حياة الأفراد والمجتمعات من مشارق الأرض ومغاربها. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لنا حكاية مع هذا القطاع ترويها لكم الطفلة غاية، ومعها هذا الفيلم القصير أدعوكم للمشاهدة. ورحمة الله وبركاته. اسمي غاية. اسمحوا لي أن أأخذكم في رحلة خاصة، إنها رحلة وطن أبحر بعيدا في عالم الاتصالات والمعلومات، رحلة شعب حمل شعلة المجد وانطلق بها في دروب التحدي فحقق الريادة. كانت البداية مع قادة عظام حددوا الرؤية ورسموا معالم الطريق اعتماداً على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واضعين نصب عيونهم أن تكون دولة الإمارات دوماً في طليعة الركب. الاتصالات اليوم قوة محركة لصناعة الأمل وطريق مضاء بالمعرفة لبناء أجيال قادرة على صنع مستقبلها المشرق. السعادة في دولة الإمارات بذرة غرسها في نفوسنا زايد الخير، فنمت وأزهرت حتى باتت أحد الفنون التي نتقنها ونسعد بتعميمها للبشرية جمعاء. حكاية الاتصالات في بلدي لها بطل، هو مصدر إلهامنا ومنبع اعتزازنا، لأنه وضع دولتنا على خريطة الاتصالات العالمية. إنه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولأن لكل قصة خاتمة، اسمحوا لي أن أختم بتوجيه الشكر لكم لاختياركم بلدي لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين 2018. والآن من اليابان نترككم مع سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معالي هولنز هاو الأمين العام لاتحاد دول الاتصالات، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من اليابان في 8:08 من صباح اليوم انطلق خليفة سات إلى الفضاء ليكون أول قمر صناعي صنع بالكامل بأيدي مهندسين إماراتيين من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي. أحببت أن تسبقني هذه الرسالة لكي أهنئ قيادتنا الرشيدة التي وجهت بإطلاق مشروع خليفة سات لكي يرسم خارطة حلم عربي متناغماً مع الحلم الإنساني الذي يجسده مؤتمركم، مؤتمر المندوبين المفوضين 2018. فأهلاً وسهلاً بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سألتحق بكم بعد يومين. نبدي بذكر اللي رفع هالسماوات، رب بديع خالق الناس والكون، نحمدك ربي على الرخاء والمسرات، أسعد بشرهم في وطننا يعيشون. من ديرة اليابان نبدي المهمات ويسجل التاريخ إنجاز مضمون، هذا القمر هو صنعنا في الإمارات، بيد الشباب اللي على العز يرقون. باسمك خليفة نطلقه في المجرات، باسمك خليفة نطلقه في المجرات، ويبقى ذكركم فوق هامات لمزون. ولكم يا ابو راشد نزف التحيات، يا سيدي وانتو لنا الذخر والعون، الرقم واحد قصدنا في المسيرات، كل الصعايب بالعزيمات بتهون. ومني سلامي خص دار المروات، هي دار زايد ليه بها الطيب مكنون، هي دار زايد ليه بها الطيب مكنون. أيها الحفل الكريم، في الختام من مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في نسخته 20، لا يسعنا إلا أن نعبر عن سعادتنا بالشرف الكبير الذي حبانا به سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بحضوره ورعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي. لكم منا يا سيدي جزيل الشكر والامتنان.
أهلا بكم من جديد في مؤتمر المفوضين 2018. أما الآن أدعو سعادة هولنز هاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لتلقي هدية تذكارية من سعادة طلال بلهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعبيراً عن تقدير دولة الإمارات لجهوده المتواصلة في خدمة قطاع الاتصالات والمعلومات في العالم. فليتفضلوا مشكورين. إذن شكراً سعادة هولنز هاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وشكراً سعادة طلال بلهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. شكراً سعادة هولنز هاو وشكراً سعادة طلال بلهول. في ختام الافتتاح الرسمي نرحب بكم ضيوفنا الكرام مرة أخرى في دبي، مدينة المستقبل والابتكار، وكلنا أمل أن يخرج هذا المؤتمر بالنتائج والقرارات التاريخية المنشودة. شكراً لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.